هاد الصناعة هادي موروث على الأب والجد، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم المسلمين أجمعين. بالنسبة للمادة الخام اللي هي كان ديال هاد المنتوجات هادو، أنه من القصب ومن الدوم ومن السمار ومن المهم حاجة اللي هي نباتية وطبيعية. وبالنسبة لهاد المهنة هادي راه كنمارسوها منذ سنين، وحنا كنمارسوها هي موروث على الأب والجد، والحمد لله حنا خدامين فيها، ونتمنى من الله التيسير لجميع المسلمين. أما بالنسبة للخدمة اللي هي الناس اللي خدامين معانا، هما كنخدمو هادشي بالعطاش، وبالنسبة لي كليون هادشي المترو، كاين الحاجة اللي هي البياسة، كاين الحاجة اللي هي كتكون موجودة، كاين الحاجة اللي هي كتكون تحت طلب، الانسان كيطلب منك هادي وهادي كتصوبها ليه. كاين بالنسبه للمعانيين ديال هاد الحرفه هادو، راهم في الانتظار، ما من هنا في المستقبل محال واش غادي تلقى الصناع ديال هاد المواد هادو اللي هو ديال القصاب والعود والدوم والشريط والسمار في الانتظار. الناس ما بقاوش قلال، واللي غادي يعطي عقلو لهاد الحرفه هادي وكذا، لا الناس بغاو الربح السريع، ما بغاوش يتعلموا، ما دينات. ونتمنى من الله عز وجل من الناس ديال الغرفة والناس المسؤولين شي التفاتة وشي اهتمام، هما راه خدامين، والله يكون في عونهم ويزيدونا عليهم وصافي، يزيدوا التبرزيط ديالنا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا كنعذروهم ومقدرينهم والمجهودات ديالهم، والله يسر المسلمين اجمعين ان شاء الله. كنت واجدو في نزكا، تابعين العمل ديال انزكان ولاية اكادير، قرب سوق السمك، مورا وراء محطة البنزين النخيل. جميع المنتوجات اللي هما كيطلبوا في الدار، ولا كيطلبوا في شي فضاء، ولا في شي مركب، كنصنعوهم وكنخدموهم ان شاء الله. بالنسبه للقفاف، بالنسبه للتوارز، بالنسبه للكراسة، لي طابل، لي شيز، لي رولاكس، لي ترونزات، باني د لانج، كل شيء وحسب الطلب ديال الانسان عاوتاني شنو بغا. انه الصانع ما متحددش في واحد الحاجه، ممكن الانسان يجي ويطلب ليه شي حاجه اللي شي شكل، ما عليه غير يخدمو ليه. كاين الخدمة، كاين الحاجة اللي هي هاد الرولاكس هذا كيشد النهار ديال الخدمة، نهار ونص. كاين الحاجة اللي هي كتشد نهار، كاين الحاجة اللي هي كتشد يومين، كاين الحاجة اللي هي تشد ثلاث ايام، كاين الحاجة حسب الشكل الوقت ديالو واش اللي كيطلب. الناس السكان المحليين ديال المنطقة أو ديال الجهة أو خارج الجهة، اللي خصو شي حاجة راه كيجي لهنايا للسوق. بالنسبة لهاد المواد اليوم ديال القصاب والعود والشريط والدوم، فاش كيحتاجهم الإنسان راه كيجي لهنايا للسوق اللي هو ديال القصب، غادي وكيقلال. دابا راه 3 سنوات اللي هي ديال الجفاف، ولا 4 سنوات، وفاش كتكون إقبال على المنتوج راه كيتحيد سبق الوقت ديالو. والحاجه فاش كتسبق الوقت ديالها هي انها راه غاديه في الانتظار. الماده الاولويه كنشريوها عند الفلاح. الفلاح هو عند من كنشريو الماده الاولويه، وكنجيبوها لان السوق وكنخدموها حسب الطلب ديال الانسان، ولا حسب الطلب ديال السوق شنو بغا. الدوم وكذلك هو منتوج طبيعي، حتى هو وكذلك كنشريو عند الفلاح. لا كل حاجه ما يمكنش الانسان يتكلف واحد الحاجه من الاول حتى الاخر، وانما العمل كيكون متفرق، كل واحد واش من دور عنده. اللي كيشري هذا كيمشي يحيد واحد الحاجه كيبيعها، عاوتاني واحد كيشريها كيخدم فيها كيصاوب منها شي حاجه.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.